إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. حالة من القلق انتابت محبي الفنانة فيفي عبده بعدما نشرت أول أمس 16 مارس 2019 بوست على انستجرام طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، حيث كتبت: ادعولي أنا عيانة بموت، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين آمين. وحطت آيات قرآنية في البوست. الكلمات التي كتبتها فيفي أثارت قلق جمهورها ممن لم يعلم المرض الذي تعاني منه فيفي عبده، التي اعتادت على التفاعل مع محبيها عبر السوشيال ميديا من وقت لآخر وهي في أفضل حال. حتى تحدثت عزة ابنتها من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قالت فيها: منذ 4 أيام تحديدا وهي تعاني، تقصد فيفي عبده، من نزلة برد، تفاجأنا من شدتها إلى حد كبير مما أرهقها بشدة واستلزم منها عدم التمكن من الحركة بسبب تلك النزلة الحادة التي اضطرتها لأخذ أدوية كثيرة بهدف التعافي منها طوال الـ4 أيام الماضية، حتى بدأت خلال الساعات الماضية تنكشف تدريجيا. عزة نجلت فيفي عبده استكملت تصريحاتها بقولها: نحمد الله بعد طمأنة الدكتور مؤخرا لنا، حيث أكد أنها بدأت تتعافى من المرض. وبخصوص حالتها النفسية حاليا أوضحت أنها بدأت تتعافى مما مرت به، خاصة أنها كانت تشعر بحزن بالغ جراء تلك النزلة التي ألمت بها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها. وأكدت أن البعض كان لديه سوء فهم، خاصة أنهم شاهدوا والدتها مؤخرا خلال الأيام الماضية في برنامج المشهد، موضحة أن الحلقة سجلت منذ فترة قبل مرض والدتها. دي عزة مجاهد بنت فيفي عبده. وأول تعليق بقى بعد ما بدأت تسترد صحتها، نزلت صورتها ديت على انستجرام وكتبت: الحمد لله رب العالمين، أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية وعاوز أشكركم جدا، كان الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا، وأنا آسفة لو ما قدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللي جات لي، بحبكم جدا وربنا يخليكم. ومن 20 ساعة فقط البوست دهوت وحاز على 46,000 لايك. دي عزة مجاهد، وهنشوف أسرار عن حياتهم مع بعض. فيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، ولدت يوم 26 أبريل عام 53 في محافظة المنوفية لأسرة فقيرة. كان والدها يعمل شرطيا برتبة سول في إدارة مرور القاهرة، حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي. هي الراقصة المعروفة فيفي عبده. تزوجت الفنانة فيفي عبده 7 مرات، أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الأول كمال مجاهد رجل الأعمال السعودي. ديت عزة بنتها الكبرى من زوجها الأول السعودي. نصور اليوم مع بعض. ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل محمد الدراوي، ولديها حفيدة تدعى شهد. هنا مع الدراوي. كما نشرت فيفي عبده صورة لها وهي ترتدي البنطلون المقطع قبل انتشار هذه الموضة بكثير. دي صورتها بالبنطلون المقطع وهي في شبابها قبل الموضة دي ما تنتشر. سباقة دايما، أنا لابسة البنطلونات المقطعة من قبل ما تبقى موضة، على حسابها واخدة 27,000 لايك. ويقال أن تحية كاريوكا وجدت طفلة رضيعة أمام شقتها التي كانت تقيم بها في الدقي، وملأت هذه الطفلة حياتها وأطلقت عليها اسم عطية طلة. وبعد أن اشتد المرض على كاريوكا طلبت من صديقتها الفنانة فيفي عبده وهي على فراش الموت أن تتبنى عطية بعد وفاتها. وبعد وفاة كاريوكا
انتقلت عطية طلة أو طاطا للإقامة مع فيفي عبده التي ترفض الحديث عنها، مبررة ذلك بأنها ترغب في إبعادها عن الأضواء لتعيش حياة طبيعية. وأضافت الكاتبة الصحفية ماجدة خير الله على حسابها على الفيسبوك: الراحلة تحية كاريوكا تركت الطفل الرضيع عطية طلة أمانة لدى فيفي عبده وأوصتها عليها خيرا. واحترمت فيفي الأمانة وقامت بتربية عطية طلة وكأنها ابنتها الثالثة وألحقتها بأفضل المدارس. وإذا سألت فيفي عبده عن أخبار الطفلة اليتيمة التي تركتها كاريوكا لديها تتوتر وتقول: اخفض صوتك، البنت ما تعرفش حاجة غير إنها بنتي. ولم تتاجر فيفي عبده يوما بهذه الحكاية، طول عمرها أصيلة وصاحبة واجب. وفي ليلة ساحرة ضمت عشرات النجوم واتسمت بالبهجة والفرحة، تم زفاف هنادي على رجل الأعمال شادي العزايزة في فندق فيرمونت هليوبوليس. وكان حفل الزفاف بمثابة مهرجان فني، قاعة الاحتفال تم تنظيمها بشكل رائع حيث امتلأت القاعة بالورود البيضاء وتم تصميم ديكورات مبهرة في جنبات القاعة. إياد بنتها الصغيرة، فرحة العروسان مع محمد الدراوي وإيهاب توفيق. هنا خمسة في عين الحاسدين من منة وفيفي. للنجمة فيفي عبده ابنتان، هما عزة مجاهد والتي تعمل بعالم الفن حيث لها عدة تجارب منها كيد النساء والقاصرات، ودائما ما يعرفها الجمهور بسبب الشبه الكبير في ملامحها مع والدتها الفنانة الكبيرة فيفي عبده اللي هي عزة مجاهد، يشبهوا بعض. أما الابنة الثانية فهي هنادي الدراوي، ابنة رجل الأعمال محمد الدراوي، وهي متزوجة حاليا من رجل الأعمال شادي العزيز. دي هنادي بنتها التانية. وإليكم صور الحفيدة الكبرى للنجمة فيفي عبد، وهي شهد ابنة الفنانة عزة مجاهد ورجل الأعمال الفنان محمود الدسوقي، وهي طالبة بالثانوية العامة بإحدى المدارس الأجنبية. ديت فيفي عبده مع حفيدتها شهد، ايه رأيكم تشبه لها؟ دي صور متفرقة لشهد حفيدة فيفي عبده. من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وفاة زوج ابنتها الفنانة عزة مجاهد، وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. ده محمود الدسوقي زوج عزة مجاهد، حماته فيفي عبده توفي مؤخرا الله يرحمه. وكتبت فيفي عبده معلقة: توفي إلى رحمة الله اليوم رجل الأعمال محمود الدسوقي زوج ابنتي عزة مجاهد، نسألكم الدعاء له. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ويصبرنا على فراقه، امين يا رب العالمين. ايضا تعرضت شهد حفيدة النجمة فيفي عبده للاغماء في قاعة عزاء السيدات حزنا على والدها الفنان محمود الدسوقي الذي توفي اثر ازمة قلبية مفاجئة. وتلقت زوجته عزة مجاهد وأسرته وحماته فيفي عبد العزاء في بمسجد الحميدية الشاذلية في منطقة المهندسين، واصطحبتها صديقاتها وعدد من أهل والدها للهواء خارج المسجد وأسعفوها بسيارة لإحدى مستشفيات المهندسين. أيضا من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عن نجاتها من حادث سيارة من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت فيفي في الفيديو وهي متشحة باللون الأسود حدادا على وفاة زوج ابنتها عزة، ومرتدية نظارة شمس سوداء. هنا هي بتعلن عن نجاتها من الحادث،
والناس بيباركوا لها. حمد الله على سلامتكم انت وعزة، على انستجرام. وكشفت فيفي عبده عن انه لولا اضاءة هاتفها التي كانت تسجل به فيديو لجمهورها كان الحادث سيودي بحياتها هي وابنتها، لافتة الى ان سيارة النقل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي كانت سوف تصدم بسيارتها، ولكن عندما رأى إضاءة داخل السيارة انحرف عن طريقها. الحمد لله على السلامة. من ناحية أخرى، نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الفيسبوك، معلقة على الهجوم عليها بعد سفرها مع بعثة الفنانين لروسيا. وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: أرجوكم يا جماعة، كفاية هجوم على الفنانين، عيب كده، انتوا هتفضلوا تصلخوا فينا ليه؟ وتساءلت باستعجاب: هو في فرح ما بيجيش فيه فنانين؟ أنا عايز أفهم، هل الفنانين دول مش بشر؟ دول محترمين جدا. وبالمناسبة، اللي مش عاجبه حد ما يتفرجش عليه، هو نفسي فيه ودفوع عليه، يعني عايز اتفرج وبعد كده اشتم؟ وعلى فكرة، بعد ما تشتم انا هاخد الحسنة وانت هتاخد السيئة. انا عايزك تفضل تشتم من دلوقتي لمليون سنة. ربنا اختار لنا هذه المهنة ومحدش بيختار مصيره، وبعدين ما خفيك انا اعظم، احنا بنشوف ما بنتكلمش، ارحمونا بقى من الكذب والنفاق. ولماذا تتمنى موتي؟ لو ربنا عايزني دلوقتي هياخدني. وبعدين انا اتعزمت في حتت كتيرة، اتعزمت في البيت الابيض وما روحتش، وشفنا رؤساء كتير، وانا قلت قبل كده انا غلبانة زيكم، عملت نفسي بنفسي، لا ماما ولا بابا ولا تيتا ولا نينا، شوف لك مصحف واقرا فيه وسيبني انا لجهنم، انت مالك ومالي، ربنا يكتب لي أي حاجة هو عاوزها، أنا راضية. أنا قبل ما أنام بقول لربنا ما تاخدش روحي إلا وأنت راضي عني، إيه رأيك بقى؟ ولعلمك أنا أعرف ربنا أحسن من ناس كتير جدا. أنا متأكدة 1000000% إن ربنا هيرحمني، والدليل إنه بينجيني من حاجات كتير جدا. أنا بعد ما سبت الشغل بقالي 5 سنين ماليش شغلة غير الأيباد، وبحب أطلع لكم فرحانة. وكانت الفنانة فيفي عبده واجهت هجوما شديدا عقب حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مستنكرة الهجمة التي يتعرض لها الفنانون عقب زيارتهم لروسيا لمعازرة المنتخب المصري. ووجهت الراقصة رسالة لإدارة موقع اليوتيوب بسبب سحب قناتها عبر الموقع، رغم تقديمها المستندات التي تثبت ملكيتها للقناة. وعن الهجوم عليها بعد حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت: ربنا بيدي الواحد على قد نيته، أنا رقصت لعظماء الناس، والرقص والفن دي حاجة محترمة.